السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربة. ما حدث للمنتخب المغربي مفاجأة، منتخب البنين اللي شهادة الجميع باللي أضعف من أضعف المنتخبات الإفريقية أطاح بالمنتخب المغربي بالنتيجة والأداء. يعني هذه كما يقولوا لها بالدرجة تاعنا قرصة وذن، انذار للناس. كي كنت نقول لكم يا ولدي غينيا راهي مشي سهلة ونحطوا رجلينا في الأرض، الناس تهاجم فيا وانت يا تكبر فيها، وغينيا مش البرازيل، صح غينيا مش البرازيل معاك داكور، وانت يا راك بك يعود حب ليكيب ناسيونال طيح. علاش بيا ليكيب ناسيونال طيح؟ انا ماذا بيا ليكيب ناسيونال تدي كوب دافري؟ الحمد لله. كي نقول لكم كي تلحق الفم النهائي ما كانش فريق ضعيف وفريق صغير، الحمد لله. مقابلة البنين والمغرب درس، درس. يا ريت الناس اللي كانت تهاجم تزيد تهاجم، تقول باللي انت راك تخرف. البنين اقصات المغرب، البنين مرتبة الثالثة عفوا، زاد اقصات المغرب اللي عنده 9 عقاب بدون خسارة، زيد يقول لي راك تخرف. قلنا لكم يا ولدي بني مسال غينيا مش سهله وهذا، قلتوا ضحكوا علينا، قلتوا لي ما انت تكبر فيها. هاي البنين اللي في الكلاسمون تاع الفيفا متاخره على غينيا، غينيا احسن من البنين في الكلاسمون تاع الفيفا، وغينيا اقوى من البنين. علاش كنت نقول لكم انا نفضل نلعب مع وغدا ما نلعبش مع غينيا؟ راني عارف شري نهضر، مانيش نهضر هكاك برك. غينيا في التصنيف الفيفا احسن من البنين، وراي البنين اقصات المغرب بالنتيجه والاداء. خلينا من ضربات الجزاء والتعادل، كانت المقابله تكون هدف لصفر، خطا من المدافع عدلوا نتيجه المغرب، ومن بعدها ضربه وبعدها الحكم كان على طول الخط باش نهضروا الصراحه باش ما يتقلقوش من اخوتنا المغاربه، كان معاونهم لاقصى درجه. إذن المغرب تقصات من فريق صغير، والجزائر راح تلعب مع فريق غينيا، أنا بالنسبة لي مش صغير. إذن حذاري، كي نقول حذاري عارف شنو نهضر، حذاري ثم حذاري ثم حذاري. غرور وصلنا الإقصاء، غرور وصلنا الإقصاء. المغرب دخلوا المقابلة ربحين في ثوب المرشح، دخلوا المقابلة ربحين، هاي النتيجة وصلت. كي نقول المغرب دخلوا بثوب المرشحين باش يروحوا يدوا الكاس ودخلوا فايزين، نتفكر اللي حسدهم، ما تلوموناش يا المغاربه، راه عندنا واحد هو اللي حسدك وقال لكم بلي انتم ميا ريكيب. بين الجزائر والمغرب من الاقوى؟ سور لو فون جو تكنيكمون المغرب احسن منا. اذا لا غالب، حنا قلنا لكم يا ولدي راه عندنا واحد الله ويحسد، ومن طون احسد لكم احسن لاعب لي بالنسبه ليا عما طول في الماتش تاع البنين، عما اسوا لاعب انا اللي مدعو سي تان جوار دو غراند كاليتي. زياش لعب سي تان غران جوار، يلعب في اجاكس امستردام. زياش كان ينجم يلعب في نيمبورت كان كلوب، سورتو في لي كلوب هادو تكنيكي مع بارسا وريال وروح، كان ينجم يلعب فيهم اليز. قلت لكم العين حق، العين حق، ما تلومونيش. لا غالب عندنا واحد حسود جابها من وراء ليكيب ناسيونال تاع المغرب، طاحت مع فريق ضعيف، زاد جابها مع زياش. زياش كان اوت، حكيم زياش البارح شبح خيال تاع حكيم زياش، ما كانش ضربات الجزاء، زاد ضربات جزاء اخرى تاع ضيعها في الدقيقه 93 ولا 94، زاد ضربه جزاء اخرى الفاصة فاص يراتي، كان شبح اسود، كان ماهوش حكيم زياش، الظل نتاع حكيم زياش ما كانش. اذا المغرب كي قلت انا المغرب مع البنين بيضعف من غينيا تقصات، وكنت نهضر سابقا ونقول حذاري مع غينيا، الوقت اعطاني الحق، ردوا بالنا. راني نشوف كاين تسيب كبير، قلتها امس ونعاودها،
تسيب من قبل الاتحادية. لازم انا عندي ثقة، قلتها امس ونعاودها، عندي ثقة كبيرة في بالماضي واللاعبين بصح لازم نحطوا رجلينا في الارض. مازال ما درنا والو، نحطوا رجلينا في الارض، مازال ما درنا حتى حاجة. بنين اضعف من غينيا اقصى المغرب، عارف شنو نهضر، بنين اضعف من غينيا واقصى المغرب. اذا غينيا راح يمام اي خسروا والو، غينيا ما عاد تخسر والو. هاي في البونيس الى تاهلت لدور ربع النهائي في البونيس، ما تاهلتش في البونيس مي خسر والو. ابراهيم اطراوري قال لهم رانا نقاتلو، لازم ما نروحوش الغينيا، لازم نكملو. ناس رايحه باغيه دير حاجه، غينيا حابه دير حاجه تبقى لها في التاريخ. وكي كنت نقول على غينيا عقده مانيش غلط، انا كي نهضر بالاحصائيات، جبتلك من الاحصائيات قداش ربحنا وقداش خسرنا معاهم، وهما فايزين علينا اكثر، هما رابحيننا في المقابلات اكثر. احصائيات ما تخمنيش، هذه احصائيات راني نخوف انا ولا لا، باش نحطو رجلينا في الارض. نزلنا ما درنا والو، كي نلحقو ديمي فينا الربع، على الاقل نلحقو الربع نهائي يا سيدي، نقدروا نطمحوا شويه، يجي عندنا امل نتفائلوا معليش، مي مازال ما درنا والو. راهي 24 فريق دور 16، رانا كاننا هذا هو نعشاكو في كوب دافريك، مازال ما درنا والو. يعني بركونا من خاصة كي نحكي، انا مش نحكي على الجمهور، الجمهور واعي، نحكي على هذوما البلاطوات، اعلام البلاطوات، محللي المقاهي، محللي المقاهي الان دورها علينا احنا، بعد ما ضربوا عين المغرب وضربوا عين حكيم زياش راحين يحسدونا احنا وينفخوا فينا. انا نتمنى ابقوا كيما كنتوا قبل، قلتوا لنا احنا فريق ضعيف، ما عندناش قاعده لعب، وما عندناش اسلوب لعب، وما عندناش لعب جماعي، وما عندناش فون دو جو. ابقوا في رايك، ما تركبوش الموجه وخلونا رانا هكا، رانا طريبي، رانا ضعاف. الله غالب اخوتي، انا نخاف العين، العين خاف من العين، الله غالب، خليونا رانا ضعاف. انا راضي تقولوا عليا ضعيف، الله يسهل. لالجيري ضعيفه، منتخب وطني ضعيف، ما يعرفش يدير دو باس، ما عندوش قاعده لعب، ما عندوش اسلوب لعب، ما عندوش فون دو جو، ما عندوش كره جماعي، ما عنده والو. رانا حومه، راح يكون دافريك بالزهر. خليونا كيما هكا، رانا بيان، وبالماضي مدرب ضعيف وما عندوش تكتيك، والبيناسيونو ما يلعبوش بالقلب، وما عندناش منتخب. خليونا هكا رانا طريبيه، ما تزيدوش تقولوا لنا نتوما كم جبتوها وانتوا فريق، كنتوا البارح تهاجموا فينا واليوم درتوا. يا اللي تسمي روحكم محللين، كنتوا البارح تقولوا بلي راكم حومه. 2014 كي جبنا، كي رحنا دوزيام تور في الكوب دي مون وخسرنا بصعوبه مع المان، قلتوا لنا المان عطاتكم مطريحه وما درتوا والو في الكوب دي مون، دوك كسرتوا ليكيب ناسيونال. درك كي عاد الشعب مع جمال بالماضي حابين تركبوا الموجه نتوما، وتضربونا بعين، هنا عدنا قلبتونا البراسيل. لا احنا فريق ضعيف، خليونا كيما رانا، اخطونا برك. كي ساقسيوكم قول له اخويا اخطيني، ما نهضرش على ليكيب ناسيونال تاع الجزائر ولا عن نهضر، قال منتخب ضعيف، قول منتخب متوسط، ما تقولش بلي قوي برك. راني خايف صراحه، المقابله الوحيده اللي خفت خايف منها السنغال، ما خفتش منها، لان الجزائر لما تلعب مع فريق قوي وصحيح واقف نديروا حاجه. علاه نقول انا ربع نهائي ما يخوفنيش قدر ثم النهائي، لان ربع نهائي نلعب مع اما مالي ولا كوت ديفوار، كوت ديفوار فريق كبير، مالي فريق كبير، ما نخافش. انا كي نلعب مع الكبار ما نخافش، بصح باش هذوما خاصة غينيا، غينيا لي نتائج والتاريخ دائما هي اللي ربحت، الله غالب نهضروا بالتاريخ وبالنتائج. مقابله صعيبه، وزيد شوف، نزيد نشوف التسيب تاع الاتحاديه، ونشوف غرباء مهرجين داخل معسكر المنتخب الوطني بامر من الاتحاديه، هذا زيد يقلقني ويخوفني. خليونا يا سيدي، حابين نجيبوا المهرجين تاعكم، قلتها ونعاودها، وصحابكم واحبابكم يا الاتحاديه، خليونا نفوتوا الدمي فينا، وجيبوا احبابكم والمهرجين تاعكم واصحابكم، دخلوهم ليكيب ناسيونال عادي، وخليهم يصوروا مع لي جوار عادي، خليونا على الاقل نحكوا الدمي فينا. اذا غينيا والجزائر مقابله صعيبه، والجزائر لما تلعب مع الفرق المتوسطه هذه تلاقي صعوبات، بصح كون نلعبوا معاها كون نتاهلوا
نلعب مع كوت ديفوار مالي ما نخافش. صحيح كوت ديفوار اسم وكذا ومالي فريق محترم وجيد، بصح ما نخافش. انا نخاف لا من فرق هذوما كيما غينيا وكيما هذو يخوفوني صراحه. خاصه غينيا عندنا تاريخ معها صعيب، دائما تفوز علينا صراحه حقيقه من بكري، مش من دركا، من بكري تفوز علينا. ان شاء الله المنتخب الوطني يدير مقابله في المستوى، وان شاء الله الفوز يكون لينا وحليفنا بالنتيجه والاداء. في الاخير ختم ملاقاتنا مع مجموعه من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.